السلام عليكم. هاي جلسة إن شاء الله راح نحكي فيها على كمان على الفاميليز، بس راح نركز شوي على فاميلي الإضاءة. طبعا راح نستخدم بعض الأوامر اللي هي لها علاقة بالمدى الإمبليس، يعني مثل اللي عم نستخدمها دائما إكستروجين وكذا وهيك. هلا أول ما ناخذ فاميلي الإضاءة راح نقول له نيو، نختار بدال ما نختار من هون، نحن دائما عم نختار من هون، عم نضطر نعدل الواحدات وهيك. بس هلا راح نطلع لفوق شوي، بس نروح على الانجلش هون يطلع لنا قريبين قريبين من هدوليك الفاميلي، بس بيفرق انه هن مترك، يعني فواحدتهم عم تكون يعني هاي المكتبة المترية. هلا الفاميلي اللي راح ناخدها هي من نوع اللايتنج فيكسشر وول باسد، تمام. هاي السيلينج باسد، عفوا احنا ما راح ناخد الول باسد، لكن حسب الاضاءة اللي نعملها. اذا نعمل اضاءة راكبة على الجدار نختار الول باسد، إذا ناخذ إضاءة راكبة بالسقف فبنختار السيلينج باسد. هلا هيك هاي هي الفاميلي اتفقنا عليها، قلنا له اوبن. طبعا كان في عدة أنواع من الفاميليز، نحن حسب الفاميلي اللي بدنا إياها مثلا عم نشتغل بالعادي، حسب الفاميلي اللي نحن اللي بدنا نشتغلها نفوت عليها. هلا هون ببيئة الفاميلي هاي، بيئة الباسد اللي هون السيلينج باسد، في عندي إذا وقفت بالفرونت لاحظ انه في عندي مستوى اللي هو مستوى اللايت، يعني مستوى الضوء، في عندي مستوى السيلينج بلان محل ما بيكون هون سقف المستعار، يعني انا اخذت فاميلي بتركب على سقف مستعار حصرا، وهذا هو السقف المستعار. هلا الضوء هذا مثلا كيف شو فيني اعدل عليه؟ فيني اختار انه من هذا الامر اللي هون اذا ضغط عليه، او من ايديت من هون كمان فيني احدد نوعية الإضاءة اللي بدي اشتغل عليها، انه انا شو شكل الضوء بدي اياه يطلع، يعني متطاول مثل هيك ولا مستطيل ولا عبارة عن دائرة ولا كرة مثلا، الوجه هيك يكون شكله الى اخره. فنحن بنحدد من هون نوعية الشكل تبع الضوء، من هون بنحدد التوجه تبعه والاتجاه تبع الضوء، هيك مثلا كرة من كل الجهات يكون في ضوء، هيك يكون بس نص تحتاني، هيك بيكون موجه يعني مثل الكشافات او هيك اضاءات بتكون موجهه. هون بيكون اضاءه في لها شكل، يعني اضاءه ما أنا موجهه مثل هدول ببساطه، موجهه ضمن رسمه معينه، اشعه معينه كذا الى اخره. مثل اللي بنشوفهم بيكونوا الديكور، يعني هني ما بيكون هدف منهم اضاءه بالضبط قد ما بيكون هدف منهم تزيين الديكور، او ممكن مثلا اضاءه وقت تكون مطفيه الاضاءه بالغرفه فهني بيبينوا هيك بس تزيينيات، بيضربوا على الحيط بيعطوا اشكال مثلا. واللي راح نطبقها نحن راح تكون وحده على هاي النماذج حاليا، يعني هذا التطبيق الاول، راح نشتغل على نموذج مثل هيك ونشوف منين بنجيب هيك اشكال. فنحن راح نختارها نقول له اوكي. اول شيء مايلي هي نحن نعمل لها شويه روتيت، راح تفوت لهون على الخصائص نختار الزاويه 90 بحيث يصير عندنا ترجع يعني ميلانا يكون نظامي. هلا لحتى يكون في عندي مصدر للضوء كمان، يعني هلا هذا الضوء تمام هذا هو المصدر الرئيسي راح يطلع ضوء هيك، بس يعني شكليا او بال 3D بالتصميم انا لازم يكون في عندي مصدر واضح للضوء. فراح اوقف بالريفرنس ليفل هون وراح بلش صمم الاكستروجن او الشكل يعني تبع مثل مثلا سبوت اضاءه او يعني اي شكل او هيك، بس يكون هو على اساس انه هذا هو مصدر الضوء. راح ارد ارجع الفرونت مشان اعمل مستوى ارسم فيه، يعني ما بدي ارسم بهذا المستوى، بدي ارسم بمستوى جديد مشان يكون نازل لتحت شوي، او راح ارسم فيه نفسه وخليه لازق بالسقف، يعني راح اعمل سبوت اضاءة لازق بالسقف تماما اكستروجين. راح اخذ دائرة ارسم هون والواحدة مليمتر، يعني اذا بدي اياها بدي سبوت الاضاءة مثلا يكون 7 سنت، يعني 35 مليمتر نصف القطر، تمام. فهاي الدائرة الأولى، وطبعا يعني هي رح تكون عبارة عن حلقة ما إنه أسطوانة، كمان رح ناخد 30 يعني 30 سنت، وبيناتهم نص سم بين الدائرة الداخلية والخارجية. هاي إذا رح شفناها بـ 3D نلاقي عنا هذا هو، رح خليه يوصل لهون بالنسبة لهاد. بالنسبة من تحت رح واقف الفرونت عشان نشوف كيف صار الوضع، رح ننزله لهون، راح اكتب هون الرقم. طبعا هو يعني حاطه هلا من 250 لل 238، بدي اذا عملته لل 240 يعني هلا صارت سماكته لهذا السبوت، سماكته عباره عن صم، كمان هذا الشيء نحن نتحكم فيه مثل ما بدنا. الضوء هون نازل لتحت شوي، انا مفروض بشكل عام انه خلي الضوء يكون واصل لهون،
يعني لهذا المحل لحتى يبين فعلا انه طالع من المصدر هذا. شغله ثانيه راح نحط مثل لوح ازاز هون يكون مغطي هاي الفتحه، لانه هلا انا عندي هون في فتحه مثل ما انتم شايفين، راح احط بس لوح ازاز هون يغطيها لهي الفتحه. كمان راح اوقف هون بالريفرنس ليفل واخذ اكسترودن واخذ دائره كمان لهون مثلا، اقول له شارت صح، روح شوفها هون بالشكل. كمان ممكن نحددها من هون او اوقف بالفرونت كمان بصير، وباخذها هيك. يا اما انا عم بسحب لورا، يعني عم بصير هون على الصفر تماما، فهو اكيد يعني ما بصير يكون اكستروجن صفر، يا بيكون اكستروجن سالب يا بيكون اكستروجن زيرو. اما لما عم بصير على الصفر بالضبط وقت عم يطلع الخطا، يعني مثل ما انا شايفين. هلا الاكستروجن هو هاد، بدنا نحن الاكستروجن الداخلي هاد تمام، يعني هاي الحلقه الداخليه ما بدي الخارجيه. هاي الحلقه هلا قديش بدي الاكستروجن تبعها؟ طبعا نحن مثل ما قلنا بدنا اياه يكون بس عبارة عن زجاج او قطع زجاجي بسيط، فراح نشوف قديش هلا هاي السماكة. هي من 240 لل 241، يعني تقريبا السماكة ميلي، راح اخليها بالضبط 242 بحيث تكون سماكة مليين. مثل ما انا شايفين السماكة طلعت لفوق، لانه نحن ثبتنا ال 240 من تحت، يعني هذا الوجه تحركمنا بهذا الوجه الفوقاني خلاني يطلع لفوق شوي. هلا ببقى يعني بس نتحكم بالماتيريال، مثلا حددناها لهاي وقلنا له الماتيريال تبعي يكون ازاز، راح اختار خامة جديدة، روح من هون اخذ الجلاس، اخذ النوعية هاي. هاي النوعية بتعطي يعني هي ما انا مصدر للضوء لحالها، بس اذا كان في ضوء بصير هي بتعطي انعكاس قوي، ببين كأنه مصدر ضوئي او كأنه عم تعطي ضوء، بس هي بتكون مو ضوء، بيكون هو عبارة عن انعكاس فقط للضوء، انعكاس شديد جدا. هلا راح نشوف كيف. فهي هاي اعطيناها هذا الاكساء، السبوت الخارجي اللي هو الحلقه هاي، ممكن ما نعطيه اكساء يعني حسب نحن شو بدنا. هلا بالنسبه لهذا الضوء راح اخليه يطلع فوق شوي كلياته، فينا نتحكم بهذا المستوى من هون، اعمل المسافه مثلا 50، يعني صارت المسافه هلا 5 سم. طبعا بنحدد نحن حسب المسافه اللي بدنا اياها، راح اخليه 150 انا. لاحظ انه هون الجسم طلع لفوق، انا ما بدي اطلع لفوق، اعمل تراجع شوي. نشوف نحن انه في ارتباط بين هاد وبين التصميم اللي عملناه هون، يعني هذا عم يكون مرتبط بالتصميم هذا تماما، لهيك راح حدد هاد وشيل عنه الارتباط. كمان راح حدد الوجه الداخلي وشيل عنه الارتباط، لانه نحن لما جينا عملنا الاكستروجن هون قلنا له كرييت اكستروجن، الست المحطوطه كانت محطوطه على اللايت سورس، يعني على المستوى تبع الضوء اللي انا كنت عم حركه من شوي، فهي محطوطه علي، انا كان مثلا لازم اقول له يحطه على السيلينج وساعتها اعمل اكستروجن، يعني او اعمل مستوى خاص فيني وصير انشئ علاج. اما هو بالاصل محطوط على يعني مربوط بالمستوى تبع الضوء نفسه، لهيك لما اجيت انا حركت الضوء صار المستوى، لما اجيت حركت المستوى تبع الضوء اللي هو هاد، قام صار الحلقه اللي انشاتها من شوي صارت تتحرك معه بنفس الحركه لما ارفع وارتفع. فاجيت بس كبست على هاد وشلت الترابط اللي كان موجود، كمان كبست على الداخله شلت الترابط اللي كان موجود. هلا اذا حركناه هو ما عاد في صار ترابط بينه وبين الحلقات الموجوده هون، بس طبعا الضوء بضل مرتبط بهذا المستوى لانه في اشاره ترابط بيناتهم. هلا احنا بدنا اياه يكون مثل ما قلنا المسافه عباره عن 150 بهالشكل. هلا في عنا بعض الخصائص رح نتحكم فيها بس نعدل عليها شوي. في عنا هون الحمايه ممكن نعمل 50 الكريتيكال لودز، عنا كيلفين مثلا اذا حبيت اتحكم بالضوء اعمله اقل صفار او كذا، نحن فينا نتحكم من هون نختار بعض الاعدادات الجاهزه، فينا نحط هون رقم، كل ما كبرنا الرقم هون نحن بيصير عندنا الاضاءه اكثر الوان، يعني بيصير بخف الصفار او الحرق الموجود عندي، فنحن كمان نختار حسب اللي بيناسبنا. كمان في عندنا هون الجينريك، هذا هو يعني الشيء المهم. هون في طبعا كمان الدق الإضاءة قديش شدتها، خفيفة أو قوية أو كذا، كمان هذا ممكن نتحكم فيه. طبعا هاي الإعدادات منين جبناها؟ من هون، يعني هي موجودة بالإيدت تايب، لذلك أنا حتى لما بيجي أستخدم الفاميلي اللي أنشأتها هلا، لما بيجي أستخدمها بالمشروع هاي الإعدادات كلها فيني أتحكم فيها وأغيرها مثل ما بدي. فإذا رحت هلا على جينيريك لهون وكبست على هذا المربع اللي عم يطلع عندي هون، بفتح لي هو مبدئيا مجلد اسمه IES، ملفات موجودة بقلب مكتبة الـ RVT اللي عنا. هاي ملفات IES نازلة مع المكتبة، هاي ملفات افتراضية،
طبعا نحن عنا بالنت كتير ملفات IIS وهي ما أنا مقتصرة على الريفيت، كل شيء إضاءة بتكون إلى أشكال إلى حركات معينة كذا، تضرب بجهات معينة ما أنا إضاءة مباشرة أو عادية، إضاءة خاصة يعني، كلها ملفات IIS. فهي سواء بهاي البرنامج ريفيت أو برامج تاني هي نفسها ملفات IIS بتشتغل وين ما كان. فنحن هون مثلا ممكن نختار أي فاميلي من هدول الموجودات نستعرضهم، يعني نستعرضهم نشوفهم من رندر، إذا ما بدنا إياهم نرد ناخذه الثاني وهكذا. أنا مثلا لعلى التعيين رح أختار فرضا هيك ونشوف، يعني رح نختار أكثر وحدة ونشوف شو عم يختلف عنا التأثير. ومثل ما قلنا هذا نحن حسين نغيره من إعدادات الإيديت تايب عادي بشكل عادي جدا. هلا قلت له أوكي، نلاحظ هون كيف أعطاني هو شكل، فهي يعني الإضاءة لما رح تصير هلا على الحيط رح يعني رح ترسم هذا الشكل على الحيط، هو الإضاءة لما طالعة من السبوت طالعة بهذا الشكل. فنحن ممكن هون نتحكم انه قديش بدنا ارتفاع الإضاءة عن السبوت، بعيد كتير ولا بعيد شوي ولا كذا، حسب انا وين بدي احطه للسبوت بالنسبة للحيط، قربه علي ولا بعيده عنه، يعني هو بالسقف بس قريب كتير من الحيط ولا بعيد ولا بعيد، فبحدد انه هاي قديش بدي اياها تكون بعيدة عن السبوت لايت هذا. طبعا هاي بالنسبة لما بكون عم بعمل سبوت له علاقة بالسقف، اما لما بعمل سبوت على الجدار بصير هذا الموضوع اقرب مثلا، يعني كل فاميلي حسب انا شو كنت عم اشتغل. هلا فرضا صارت جاهزه، بقى عنا بس احنا نعمل حركه اخيره بس مشان يصير عنا مكفي تحكم. اخذت هاد واضفته هون، بعدين رجعت اخذت كبست يعني خرجت من الامر وحددت هذا العنصر اللي انشاناه، رحت على الفولتاج حطيته مثلا 230. بالنسبة لللود راح نرد نحطه مرة تانية، مثل يعني نقول له انه خدها من هون ما نحط قيمة نحنا، فهو لحاله راح يصير يحطها بالقيمة اللي انشأناها. هيك تقريبا بيصير عنا العنصر اضاءة جاهز، يعني هذا اللي انشأناه هون، العنصر اللي انشأناه هون الكتريكال كونكتور هو مشان مثل الوصل يعني بالكهرباء وهيك. فلا صار جاهز مثل ما عم نقول. اذا في شيء اكساءات معينه هون، هاي التفصيل اذا بدك فيها شيء اكساء، طبعا احنا كسينا بس هاي مثل قلنا الازاز اللي عم يشع هون، هاي ما كسيناها رح نخليها حالها لما نكون عم نشتغل نحن تمام نكسيها. بدي اصدرها لمشروع، انا ماني فاتح مشروع، رح اقول له نيو بروجكت اركتكشر تمبلت. اوكي فتح عندي هلا مشروع، رح اختار جدار سريع يعني يكون صغير، بعدين راح اخذ سيلينج لانه انا عملته للفاميلي ما بتمشي تشتغل غير على السيلينج يعني، فلذلك لازم انشئ سيلينج. نشوفه هون بالسيلينج بلانز مشان احسن صير احط الفاميلي اللي بجيبها هلا علي. راح افضل الصفحات وروح على الكاترول تاب، اكبس كاترول تاب عشان انتقل هاي الفاميلي اللي هون، اقول له لود انتو بروجكت جيبها لهون. راح مثلا انشئ مثلا فاميلي 2 3 عناصر من الفاميلي اللي صممتهم تمام. هلا هدول هن 3 عناصر، راح روح واقف احط كاميرا بالشكل، وراح نعمل داون لوك حتى نشوف شو هو التأثير اللي راح يعطوني اياه هدول العناصر تمام. هلا راح اقول طبعا يعني نحن ناخذ بعين الاعتبار الفراغ الاوضه كثير كبير يعني، والعناصر هني بس 3، فاكيد بده يكون في عنده ضعف بالاضاءه، ضعف كبير، بس نحن نشوف تاثيره مباشر اول شيء، انه هون شيء ممكن يعطوني تاثير. راح نحط ترافيكال اونلي واقول له ريندر تمام. شايفين كيف طلعت عنده العناصر او الاضاءه الرؤيه بهذا الشكل، اعطاني مثل رسمه معينه عم يرسم الضوء او توجه معين عم يتوجه الضوء وهو عم يتسلط على الشكل اللي عنده. طبعا احنا مثلا اخذنا هيك، اذا رحنا على الايديت تايب وكمان مره ثانيه رحنا على الملفات الاي اس، اخذت فرضا نوعيه ثانيه مثل هيك مثلا، قلت له اوكي رح نرد الرندر. طبعا غيرت على الايديت تايب يعني الكون رح يتغيره، قلت له رندر. نلاحظ انه مثلا الضوء صار اقوى، صار في عندي هون ضوء لفوق واصل، الدائرة صارت غير شكل من تحت كيف عم تنتهي. كمان رح رد وقف اخذ الـ type وكمان اخذ ملف جديد مثلا هيك. طبعا نحن لما بنصير ناخذ اشكال ممكن نصير نرندر ونحفظ، هو في يعني في برامج اداة موجودة هون تقرأ
الملفات الاي اس، يعني هاي الاداه لما بصير فوت ملف الاي اس عليها بتصير هي بتقرا عاده، بحيث احسن نشوف انا شكل تقريبا، يعني ما رندر، ما بيكون مرندر، بيكون شكل تقريبي انه مثلا كبست هيك رحت لهون، فبشوف انا هذا المحيط انه يعني بتخيل اني عملت له دوران 360 درجه، يعني هذا المقطع تبع الاضاءه. فنحن بنشوف ملف الاي اس نتخيل انه كيف راح تطلع الاضاءه عندي، هل انا بدي اياها هيك ولا بدي اروح ملف اي اس ثاني وهكذا، ان شاء الله انه مثلا رندر كثير. وكمان فينا نحفظ لكل ملف انه كيف شكل الاضاءه تبعه. كمان راح اخذ شكل اخير مثلا هيك، تمام. لاحظ يعني صرنا ملاحظين هلا كيف التأثيرات عم تختلف بين كل سبوت إضاءة وسبوت عم يطلع عندي تأثير جديد. هاي طبعا نحن الفكرة هون إنه بيكون عندي مصدر إضاءة رئيسي، يعني هذا المصدر الإضاءة بيكون هذا مصدر ثانوي، هذا بس للنواحي الجمالية، بس لتزيين الديكور وهكذا. أما بالحقيقة بيكون في عندي مصدر رئيسي للإضاءة بعناصر إضاءة خاصة مثل السقف أو بالجدران أو هيك، هي اللي بيكون عم يجي الإضاءة الرئيسية منها، وهي بتكون عناصر ثانوية إلا إذا أنا بدي إياها تكون كمان يعني دارسة دراسة معينة، ساعتها ممكن إحنا نفكر بأن تكون هي العناصر الرئيسية، لكن غالبا لا بيكون الموضوع غير هيك. فهاي بالنسبة للعنصر هذا. طبعا صار عندي فاميلي، يعني أنا هلأ إذا كبست كاترول تاب كمان راح أطلع من التكرار اللي هون بحيث أروح فورا لهون. هلأ صار عندي هاي الفاميلي، إذا حفظتها فهي دائما هيك، يعني خلاص صارت عندي سبوت إضاءة خاص بهاي الشغلات والإضاءة تبعته بهذا الشكل. بحفظها كفاميلي، بعمل له كاترول اس، بقول له انك تحفظها بحفظها بمحل اللي بيناسبني وبسميها الاسم اللي بدي اياه، وبقول له حفظها، هي بصير عندي فاميلي على طول بستخدمها بأي مشروع. هلا رح نحكي عن نوع تاني، نفس فاميلي الإضاءة بس بدنا نطلع وحدة تانية يعني غير هذيك. كمان الفاميلي اللي رح ناخدها رح نطلع لفوق شوي ونروح على الإنجليش، ناخد متريك تريك اكستشنال لايتنج. تمام، كان راح يعني اللي نعمله هلا راح نعمله كمان نوع سيلينج بلان، سيلينج باسل، بس طبعا يعني كل واحد يشتغل حسب اللي بيناسبه. هلا راح ناخذ مثال هون على سيلينج باسل، مشان بدي اعمل مثل التريا بس قطعة وحدة، طبعا يعني ما تريا هيك كبيرة، وبدها تكون معلقة بالسقف هاي اجباري. اما اذا بدي اعمل شيء له علاقه معلق بحيط او شيء واقف على الارض او كذا، يعني احنا بنشتغل حسب الشيء اللي بيناسبنا. راح اخذ من هاي الفاميلي كمان، فتحت عندي هلا هي هون، والواحد نظامي مليمتر بدنا نخليها مثل ما هي. اذا رحنا وقفنا بالفرونت، يعني هاي المناسيب كلها تعرفنا عليها بالفاميلي الماضي او بالعنصر الماضي اللي انشأناه، راح نشوف هلا شو راح ننشئ. في عندي هون بداية راح احط مستوى مساعد، يكون هون مثلا راح اسميه واحد، راح احدد مسافة بينه وبين المستوى هذا، يعني هذا اذا كان السقف اخر تريا من تحت وين بدي اوصل، يعني هي ما قطعة تريا يعني بس قطعة وحدة، بدي اياها مثلا تكون نازلة بمقدار مثلا 150 سنت، 150 سنت يعني 1500 مليمتر على فرض انا بدي اياها توصل لها الحد، مثلا للأسقف العالية، يعني اذا كان السقف مثلا ارتفاعه 5 متر او 6 متر هيك، فممكن احنا نستخدم هيك تريات، او يعني ممكن تكون 1000. الشغل الثاني انه هذا المستوى تبع الإضاءة بدي ينزل لتحت، يصير هون بدي انشئ مستوى جديد بهذا المحل، كمان راح اسمي المستوى 2، والمسافة بين هاد وهاد 700. طيب معلش، تمام هيك مبدئيا صار عندي المستويات اللي انا بدي اشتغل فيها. هلا رحت وقف بالريفرنس ليفل هون عشان بلش اشتغل، راح اعمل كرييت اكستروجن، اختار
المضلع هاد عدد الأضلاع يكون 4 مثلا. وإجا لهون حددت هيك. طبعا الرقم اللي عم ينكتب يعني بهمنا كتير، لأنه نحن نعرف شو الأبعاد القطع اللي اشتغلناها. فهي إذا محطوط المربع بدائرة نصف قطرة 24 سنت أو 26 سنت، ممكن كتير كبير. يعني أنا حسب الشيء اللي بدي أعمله، ممكن يكون بدي إياه كله 30 سنت، فهذا 10 سنت 15 سنت، أو ممكن يعني ممكن نوصل للعشرين حسب، لأنه قطر كمان صار، هذا ما يعني هذا ما طول ضلع المربع صار قطره. فممكن أنا أخده 20 سنت، يعني 200 مليمتر. هاي الأولى. لكن في نقطة هون أنا يعني هلا اختار، لأنه مثلا ما بدي أعمل إكستروجن عادي، بدي أعمل فيه حركة، راح أغلق وأعمل كرييت، راح أخليه بلند مع إكستروجن، راح أخذ بلند، راح أحط ست، حدد البلان اللي بدي أشتغل فيها، بدي أشتغل بلان 1، قلت له أوكي. بعدين جيت بدي أبلش هلا، فرسمت المضلع الأول، كمان أبلش الرقم اللي بدنا شوي 20 سنت. بعدين تلو إيد التوب، كمان أخذت مرة تانية، هالمرة بدنا ناخذ لين تو، تلو أوكي. وبعدين هلا مضلع بس المرة بهذا الشكل راح يكون، وأصغر منه، واصل لهون، تلو إشارة صح. هلا طبعا هون هذا التنبيه اللي أعطاني إياه هون، إنه الضوء صار بقلب الجسم. يعني إذا رحنا على 3D وشفنا، لا الضوء صار بقلب الجسم، فهو كان عم يعطينا بس إنه تنبيه إنه الضوء صار بقلب الجسم. طبعا أنا هيك بدي، يعني ما في مشكلة، ممكن أمسك هذا ونحطه هون، هذا كمان تمام. هلا في عنا هون إنه هذا ما له فراغ، يعني هذا الجسم اللي عندي هون ما له فراغ بصمت، فلازم نحن نخليه يصير مفرغ حسب الشغل كمان. لكن أنا بدي يكون مفرغ من هون، والمنبع الضوئي أو الضوء يعني يمشي بالفراغ ويطلع لهون، ما انه يكون هذا ازاز مثلا من خلاله يطلع الضوء، انا بدي يكون مفرغ من تحت. فلذلك راح ارجع لهون، اعمل كرييت بلند سيت واحد هون، واخذ هيك مثلا هالقد، بعدين الاديت توب، هون بهالشكل تشوف صح. هذا نشوفه بال 3D. طبعا احنا اخذنا البلند شو اسمه، يعني ما اداة تفريغ، كان المفروض انا لما اخذ البلند من هون اخذها اداة تفريغ يعني void blend، اما انا يعني نسيت اخذتها بلند عادي. فرح نحن نستخدم هلا يا امر كت نظامي، او بدنا نعملها بس من هون سوليد، نعملها void، بعدين نستخدم عليها امر كت من هون. بلاقي هلا جسم عندي صار مفرغ نظامي، انا من فوق ما بدي اتفرغ، بدي اتفرغ وسم تحت، فنزلتها شوي من فوق، صار عندي هلا بهذا الشيء. هلا ممكن نقول كانسل نطلع من الامر، والاضاءة بالمحل اللي بدنا اياه تمام. يبقى بس كم شغلة صغار، يعني انه مثلا انا بال create استروجين دائرة مثلا 30 سنت، ماشي الحال ان شاء الله صح. راح نشوفها هون، هاي بدنا نعملها مثل القاعدة اللي تكون بالسقف، يعني هيك شغلات تفصيلات كتير مهمة بالشغل. انتبه الاكستروجين اللي صار من 300 لل 285، يعني سنت ونص تقريبا، فراح نخلي رقم نظامي 285، حتى ممكن يكون 290 يعني تمام. ويبقى عنا بس مثل الحبل اللي يعني، او ممكن نصنع سلسلة يعني اذا حبينا، بس حاليا مشان السرعة انا رح اعمل هيك بس شيء صغير كتير، خليها عبارة عن 50 ملي نسبة قطر، لا بدنا مثلا نسبة قطر يكون ملي بس تمام، كتير صغير على الشاشة.
طيبين لي اياهم. هاي قربت زوم عشان يصير يقبل ياخذ ميل يعني. طبعا اعطانا تنبيه انه كثير صغير على الشاشه. طلع معنا الاشعار صح. رحنا لهون، هذا هو وصلنا لهون من تحت كمان لهون. هلا ممكن نكسر حسب الاكساء اللي بيناسبنا من هون. اذا حبينا ناخذ له اكساء يعني معين، او حبينا نحط احنا مادي يعني نشتغل هاي الشغلات يعني صارت مثل عادي عم نعملها على طول. هلا صار المجسم عندي جاهز، بس بقى انه انا اشتغل شوي بخصائص هذا الضوء. يعني هون مثلا بدي اياه من هذا النوع ولا من هذا ولا هيك، ولا بدي استخدم اي اس. نحط نحنا الشيء اللي يعني متخيلينه. انا بدي اخليه من هذا النوع. بالنسبه للاعدادات تبعوته، الاعدادات تمام، راح احط هون مثلا 50 كمان، او يعني هذا كمان ممكن نعدله بعدين. بالنسبه للون الاضاءه، طيب يعني كمان راح اخليها هيك. هاي صارت شغلات كمان اتمنى انه ثانوي نحسن نعدلها باي وقت. قلنا اوكي، وحطيت مثل وسط التحكم هيك هون. وبعدين هلا بدي اقول له لود، امسك هاي هون نقول له الفولتاج 230 مثلا. طبعا هاي الخطوه الاخيره تبعت المفتاح التحكم يعني ما انا كثير ضروريه. احنا اذا عم نشتغل شيء على السريع او يعني ما بيهمنا كثير الموضوع، فما انا مضطرين نعدل عليها شيء او نعملها اصلا. هلا بدنا نروح نفتح بروجكت مشروع. جدار هلا راح اعمل كاترول تاب. روح لهون نقول لود انتو بروجكت، اخذ كومبوننت حط هون والعنصر اللي انشأناه. طبعا حسب كمية الاضاءة يعني وحسب الفراغ الموجود عندي انا بحدد انه قديش لازمنا من عناصر اضاءة هاي. فانا راح اعمل منهم نسختين بس، يعني هي هون وهي هون بالشكل. وراح احط كاميرا تمام. نزيد احط شوي مستوى النظر. راح احط ارضية كمان عشان يصير في مثل يعني حجب للضوء عشان ما يتشتت الضوء على الاخر. تمام، هلا رح نعمل اول تجربة رندر مشان نشوف نحنا الاضاءة بدها تقوي او اذا كيف شو الوضع. interior sun تخفيف عام شوف شغلاني. تمام نلاحظ كيف انه الاضاءة، طبعا نحنا هذا ما عملنا ازاز لسه، بس هلا عم نشوف التأثير العام للاضاءة اللي صايرة عندي. هلا برد فوت على فاميلي اللي بقلبها مشان اعطي لهذا تحكم بالاكساء. احطه بارامتر اقول له مثلا رقم 1. فانا صار فيني اتحكم من اكساءه مباشره بقلب المشروع. يعني من هون فيني اتحكم باكساءه. هلا اذا رحنا لهون واخذنا الاكساء على سبيل المثال، عملت كرييت نيو ماتيريال، جيت اعطيته لون فرضا هيك. اوكي اعطيته انعكاس شفافية. اذا حبينا نتأكد من كل وحدة يعني ممكن نستخدم يعني كل شوي نستخدم عرض شكل من هدول مشان اتحكم كل خاصية من الخصائص. مثلا بدي اتحكم بالشفافية، بدي اختار هذا النوع مشان اتأكد انه شفافية تمام ولا بدي اياها اكثر. مثل ما هيك هلا صارت. طبعا ممكن تكون كتير شوي، رح نشوف الانعكاس كمان ممكن يكون كبير، لهيك عم يصير عندي اللون
بهالشكل. طيب نخففه كمان شوي. تمام البسنس راح نخففه شوي. تمام هيك. هلا اذا حبينا الانعكاس الشفافية عفوا ان نزيد عنده، فنحن ما فينا شافيه، ممكن نزودها قد ما بدنا. انا ما راح ازودها كثير، راح يعني خلي بدي اللون البرتقاني يضل مبين شوي. تمام بهالشكل. ممكن نغمقه كمان. تمام اذا في خصائص ممكن نحن تلزمنا نشتغل عليها كمان هذا الشيء ممكن. هلا كمان راح نزود الاضاءة، راح نعدل على هون، نعملها مثلا 4000، نشوف التأثير اللي راح يصير عندي. طبعا نحن نعمل رندرات سريعة تجريبية جدا. تمام مثل ما انا ملاحظين كيف صار عندي هلا الفورمولي تقريبا جاهزة للشغل، و يعني من هاي طبعا بقى اكساء او اكساء هذا العنصر الصغير الموجود هون، هدول العناصر. هلا مثل هاي الفاميلي انا بحفظ ملف الفاميلي تبعها، بصير بشتغلها بمشاريع مثل ما بدي. فينا نضيف نحنا جزئية صغيرة، يعني انه فرضا عندي جدار تاني او عندي نافذة او عندي اي عنصر موجود بالمشروع اللي عم بشتغل فيه، فرح نحكي بس على اكساء كمان بيشبه الاضاءة او له علاقة بالاضاءة شوي. انه هلا هون مثلا هاي النافذه فيها بالايد التايب بالاكساءات، مثلا في عندي فريم انتيريور ماتيريال، يعني هذا الوجه الجواني. هلا الماتيريال هاي انا فيني احط اذا متذكر نفس لما عملت بسبوت الضوء من تحت انه عم يلمع او هيك الشيء عم يشع، فيني اعمل كريت نيو ماتيريال وافتح النافذه كريت ماتيريال واخذ من الجلاس وحده من هدول الاضاءات اللي عم تعطيني وهج. يعني هي ما بتعطي ضوء بحد ذاتها، مثلا اذا بالغرفه ما في غيرها، ما في منبع ضوء ثاني، فهي ولا كانها موجوده، ولا يعني بصير اللون اسود كامل، لانه هي ما لها علاقه بال يعني ما لها علاقه بالاضاءه، هي ما بتعطي ضوء، هي بتعكس ضوء، فهي عناصر مشعه. لازم يكون في عنصر ضوئي غيرهم مشان يعطوني اضاءه منيحه. هلا نحن مثلا خلينا الاكساء الداخلي تبع هاي هو هيك، راح نشوف الريالستيك مثلا. تمام مثل ما انا شايفين صار في عندي بهالشكل. هلا راح له رندر ونشوف كيف التاثير اللي بتعطيه هاي. طبعا كان موجود بالسبوت لايت اللي عملناه من شوي. تمام مثل ما انا شايفين كيف اعطاني هون الإشعاع اللي صاير، هذا إشعاع بسبب عناصر الإضاءة الموجودة عندي هون، لولاها ما كان طلع الإشعاع بهذا الشكل. طبعا هذا نحن نفسنا نتحكم بألوانه يعني مثل ما بيناسبنا. هون الإعدادات هاي من الكلار، نحن ممكن نغير اللون نعمله برتقاني نعمله كذا، هاي كلها التشارات نحن يعني نحسن نتحكم فيها حسب الشيء اللي بيناسبنا، بالإضافة للخصائص الموجودة هون. يعني هي هاي لحالها مثلا ما بتكفي انها تعدل لي اللون مثل ما انا بدي مثلا، فبنبلش نحن نعدل بعض الخصائص حتى يصير في عندي الاحساس المطلوب. في عندنا تحت كمان بعض الخصائص اللي هون كمان لها علاقة بالإضاءة أو بالتأثير اللي عم ينعطى هون. كمان هاي نحن رح نختاره نكون لون هيك مثلا، نعدل على نعدل على الجسم الموجود عندي هون أو العنصر هون. طبعا في مختلف الخصائص اللي ممكن تشتغل معي يعني وتعطيني تأثير معين. طبعا أنا ما بدي هيك، نجرب اكثر من خاصية لحتى ناخذ الاحساس اللي بناسبنا. وفي هون ارقام
يعني نحن إذا حبينا نتحكم بالأرقام مثلا نتحكم من خلالها، مثلا هلا كتير صار وهج قوي، ف يعني ممكن استخدم هون الرقم، استخدم نصه لهذا الرقم الموجود عندي 100,000 مثلا. شوف هون أنا شو التأثير اللي هو ممكن يعطيني إياه، ممكن يخفف الوهج اللي صاير هون، يعني البرتقال عم يصير بس هيك من الحواف يا دوب مبين. كمان نحنا ممكن نصغره نعمل مثلا 50,000 أو حتى 25,000. تمام، شوف كيف صار هلا الوهج أروع يعني أو أخف، يعني حسب نحنا مثل ما بدنا نشتغل نحسن نتحكم بالخصائص ونختار الشي اللي بيناسبنا. بعدين نقول أوكي، نعمل عملية رندر تاني. زي ما لاحظ صار في برتقاني خفيف هون، يعني كان توني تقريبا ابيض ابيض على الاخر، هلا بلش يصير يعني بلش يميل شوي البرتقاني. طبعا هو اشعه ضوئي فلازم يتخفف يتخفف اذا كنا حابين يبين اللون بشكل كامل او بشكل اوضح كتير، مثلا بدي يطلع لون تماما. فنحن ممكن ناخذ لايت، يعني الماتيريال اللي اخذناها ناخذ ماتيريال غير هاي، وممكن نلعب بخصائص الماتيريال الوحدي حتى تصير عم تطلع مثل ما نحن بدنا. يعني مثلا راح ارجع اجرب انه اعملها من النوع اللي صار يعني معنا اول شيء، او انه هاد اختار مثلا هيك كمان بنجلو ونشوف شو ممكن يعطيني من خلال التأثير اللي هو هاد. لاحظين كيف انه صار الضوء عندي عم يتغير، يعني طبيعة الإشعاع نفسها عم تصير غير شكل. هاي الماتيريال او هاي الخامة ممكن نستخدمها بكتير، يعني كتير شغلات ممكن نستخدمها بدراب زينات، ممكن نستخدمها بحراف أرضية، تخطيط على الأرضية، تخطيط على الجدران. يعني ما ضروري هو يكون حرف نافذ، ممكن يكون خط هيك ماشي بالجدار، ممكن يكون أحد أضلاع الدراب زون هو عبارة عن هذا الشعاع او الماتيريال اللي عم تشع. يعني مثلا الاسكليتر او هاي الادراج المتحركه ممكن تكون الحراف تبعتها هي عباره عن هيك جسم مضيء بحد ذاته، يعني او ما مضيء عاكس الاضاءه. نشوفها كثير بالديكورات هاي العناصر بتكون هيك انه هي بس بتعكس ضوء وبتطلع عم تشع. فنحن ممكن نستخدمها بكذا محل، هي عباره مثل ما شفنا هي عباره عن ماتيريال نحسن نستخدمه. هون بيكون احنا انتهى الشيء اللي بناخده بالجلسة هاي، تعرفنا فيه على السبوت لايت كيف نصممه، كيف ممكن نعمل احنا اضاءات سواء الى الجدران او للحيط يعني او بالارض كمان نفس الشيء، يعني ما فرق شيء ما في شيء جديد بس نغير فاميلي اللي عم نشتغل فيها. كيف ممكن احنا نصمم عنصر اضاءة كمان مختلف عن السبوت لايت بشكل عام، تعرفنا على هاد الماتيريال الموجودة عندي.